غرد فيصل القاسم ساخرا من إنجازات الجيش اللبناني، فقامت الدنيا في لبنان ولم تقعد. فالقاسم اليوم يواجه شكوىين أمام النيابة العامة التمييزية، الأولى تقدم بها المحامي أشرف الموسوي وعشرة محامين آخرين بتهمة التهجم على المؤسسة العسكرية والنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي، وشكوى ثانية ممثلة تقدمت بها المحامية مي الخنسة التي طالبت أيضا قاضي الأمور المستعجلة بإقفال مكتب قناة الجزيرة على الرغم من تأكيد المكتب بأن ما قام به القاسم يعبر عن رأيه الشخصي. ردة الفعل على كلام القاسم بلغت ذروتها الاثنين مع محاولة أوميجا تيم اقتحام مكتب القناة، اعتصام خرج عن إطاره القانوني بحسب وزير الإعلام الذي يرى أن القانون هو المرجع لملاحقة القاسم على كلامه. أنا بفهم ردة الفعل اللي قام فيها الشباب، وإنما ينبغي أن تبقى في دائرة القانون. ما في مؤسسة فوق النقد، ولكن نحن في حالة استثنائية، الجيش يحارب في هالمعركة، نحن بدنا ندعمه وفي طرق للمحاسبة. حريتي تقف عندما تبدأ حرية الآخر وليس عندما يبدأ رأي الآخر، يقول مدير مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية. ومحاولة اقتحام مقر الجزيرة موضوع خطير يتخطى ما كتبه القاسم. هيدا موضوع خطير جدا، مش إذا أنا عبرت عن رأي مش عاجبك بحق لك تعتدي على طريقة عيشي، على المكان عملي، على جسدي، وتبرر لنفسك إنه هيدا قصة حرية رأي والتعبير. خطأ فيصل القاسم هو خطأ بنظر البعض يلي بيعتبر إنه التهجم على هالمؤسسة العسكرية اللي هي مؤسسة الجيش اللبناني بشكل إهانة للرأي العام اللبناني وللسلطات الدستورية اللبنانية، بس هيدا رأي بيبقى رأي، ونحن نفتخر أنه نعيش بدولة فيها جيش بيحترم الناس اللي بتنتقده. لا يندرج كلام فيصل القاسم تحت خانة حرية الرأي والتعبير بحسب سالم زهران، الذي وتحت الخانة نفسها هاجم القاسم بقوله بمستودعات الجيش اللبناني أكثر من 100,000 بوت عسكري، كل فرد منا بتساوي فيصل القاسم. زهران لا يبرر موقفه فحسب، بل يدافع عما قام به فريق أوميجا تيم. هذا ليس اعتداء، هذا ردة فعل طبيعي جدا على فعل مدان. اي واحد بده يعتدي على الجيش اللبناني رح يكون فعلنا هالقد قاسي. ايه مضبوط، نحن علينا السقف ونحن ردت فعلنا كانت اقوى بكتير من الفعل اللي لازم نعمله، وهذا الشيء عن قصد مش بالصدفة، ولا هو عفوي لحتى غيره يتربى فيه. كل يفهم معنى الحرية على طريقته، وكل يريد حرية على مقاسه، حرية تعبير ينظمها القانون، والقانون فقط لا غير.